فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تعلم الحكمة في استثناء أهل الكتاب في بعض المواضع كالزواج منهم وجواز أكلهم؟ أنهم يؤمنون في الجملة، يؤمنون بالرسل، يؤمنون بالكتب في الجملة، عندهم إيمان، ما هم مثل الملحد الذي لا يؤمن برسول. كفار ما يؤمنون بالرسل كلهم، أما أهل الكتاب فيؤمنون بجملة من الرسل أو بأكثر الرسل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ذكرتم حفظكم الله، يؤمنون باليوم الآخر، يؤمنون بالحساب، يؤمنون. نعم.